بعض القرارات علي قرارات مهمة. أولاً هذه الزيادة هي ليست زيادة الزيادة المرهقة جداً، إحنا ما ضاعفنا أسعار البنزين، إحنا الحكومة قللت جزء مما تدفعه. مرة أخرى أقول أنت عندما تخلي هاي 650 أو 850 فهذه مو هذا فقط من جيبك، هذه الحكومة تضيف عليها بعض الأحيان ثلث المبلغ أو نصف المبلغ أو أحياناً بنفس مقدار المبلغ، فبالتالي هي جزء على المواطن وجزء على الحكومة. ونبقى نقول يعني نبقى أو أرجع إلى نفس ما قلته مقدما، نحن إن شاء الله خلال سنة المفروض نصل إلى قدرة إنتاج بنزين كبيرة جدا، مترهين فيما يتعلق بالإنتاج وفيما يتعلق من وزارة النفط، عهود مقدمة من وزارة النفط للسيد رئيس الوزراء أنه يعني عندما تكتمل كل خطوط إنتاج البنزين ومشتقاته أو النفط ومشتقاته في العام القادم، نعم، كل الإنتاج سيكون عالي الأوكتان بنسبة كبيرة جدا، بمعنى حتى البنزين المحسن من الممكن أن يعني يبقى البنزين العادي نسبة قليلة جدا أو ما يستخدم المواطن، ويروح المواطن باتجاه البنزين المحسن وأيضا بسعر مناسب جدا. ممتاز. فبالتالي خلينا نقول إحنا نتعاون، المواطن والحكومة يتعاونون خلال هاي السنة أو السنة ستة أشهر إلى أن نصل إلى مرحلة إن شاء الله من الممكن أن تكون فيها الأسعار جدا مناسبة.